الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم المفضلة وشاشاتكم المحبوبة شاشة قناة جوار السويس. طبعا أنا تقديمة صغيرة، الشباب راجل كبير ده على عيني وراسي، لكن كل الدعم بيبقى للشباب، صح يا جلال؟ واي شاب انا الله يصلح حالك بتاخر عليه؟ لا طبعا. النهارده بيدعوني حبايبي وشباب الحاج علي الحاج محمود. دلوقتي انا الفيديو ده مخصص دعم الشباب. نورنا يا حاج. تبقى انت مبسوط ولا زعلان؟ طبعا مبسوط، لان كل واحد ربنا يوسع ايه؟ كل واحد ربنا يوسع عليه وربنا ينمي الشباب ويبقى حلوين ويبقى مين. عم علي حبيبي الله يخليك. حد يزعل انا بدعم الشباب؟ لا طبعا. انت جاره اهو وانا رايح له. لما تسمع ان هو ربنا بيفتح عليه عن طريق قناه تزعل؟ ابقى مبسوط. لانك انت راجل ايه؟ معدنك من ايه؟ من جوه ايه؟ لان كله عايزه. والناس تحب الخير؟ لازم الناس تحب الخير لبعضها. مش كده؟ اه. قولها تاني. لازم الناس تحب الخير لبعضها. وانت راجل الحمد لله تقي وباذن الله. احب الاخير كما تحب الناس. تمام؟ واتمنى له الخير. تمام؟ فانا النهارده يا جماعه طبعا حبيبي الحاج علي ومحمود، بس انا اتفضل. لما ربنا يفتح عليك والامور تمشي معاه بياخد من عندي حارب، بياخد من عندي جمبري، بياخد. الله ينور. الله ينور. وربنا ما بيقصرش على حد. لا الحمد لله. لكن اللي بيطلب الدعم ادعمه ولا لا؟ ادعم. من هنا انا رايح على حبايبي. ومن يوم ما انشات القناه وانا بدعمهم. ربنا يقدرك. وهفضل ادعمهم رغم اذا كان في ناس مش عاجبها. ما تزعلوش مني، لا ابالي. انا هفضل ادعم ولادي. من يوم ما انشات القناه يا باشا الشيف العالمي الله يكرمك يا هندسه حسام. حاجه يا باشمهندس الله يصلح حالك كرمك. وحبيبي وابني محمد صابر اللي خلاني باجي بقى حبيب قلبي. ربنا يحفظك. والله لازم نعم القناه دي يا جماعه. الراجل ده اتظلم. لا 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 لا. بص بص انا مش هرجو. بص انا مش هتمنى سناء من حد. عبد الرحمن حبيب قلبي الحمد لله. انا عمري اتاخرت عليك يا حسام. لا لا لا. ومش معانا بس، مع كل اللي يوصلك اي خدمه. مجال السمك. مجال السمك. انا النهارده لما قلت لي احنا عايزين ننزل مصر اتصلت بيك وقلت لي قلت لك هندسه عايزين ننزل مصر. ونزلت معاك اكتوبر ولا لا؟ بس جيت اتاخر. اه اه صح يا جماعه انا متاخر. وبعدين وبعدين يا باشمهندس بامانه بامامه ربنا ولا بيعمل التصوير ده بياخد مقابل ولا اي حاجه، هو بيعمله دعم لينا وللشباب. غير القنوات الثانيه. غير القنوات نعم. الثانيه. غير القنوات الثانيه. لا معلش برضو دي الناس مش عبيطه. لا الناس لا لا عارفه. لا لا. انا اعرف حاجات محدش يعرفها. لا في قناه ثانيه خدت فلوس من واحد انا صاحبي وربنا يعوض عليه. ربنا بقى حسب قبل ان هو يعمل فيديو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. النهارده هنشوف الناس هتبعت. انت الخبر ايه اللي انت جايبني عشان؟ ان شاء الله هننزل اكتوبر والمعادي مدينه نصر والتجمع الخامس باذن الله. اكتوبر معادي مدينه نصر والتجمع الخامس. في توقيتات معينه؟ قول لي. حسب عشان بس الشبوره مش البدايه منين؟ مدينه نصر ان شاء الله. وبعدين؟ المعادي. وبعدين؟ الاول التجمع. التجمع بعد كده مدينه نصر. نركز ثاني يا جماعه عشان الناس ما تلخبطش. اول حاجه التجمع، مدينه نصر، المعادي، اكتوبر باذن الله. انا عندي الشباب دي حاجه غاليه. ان انا خلاص انا راجل عجوز يا باشا. ربنا يديك الصحه. انت ابو الشباب والرياضه. الله. لا وكمان لا. انا احس ان انا في تواصل. انا خلاص قاب قوسين او ادنى ربنا يعلم. لكن انا لما احس ان انا بعمل للشباب كل لله كل لله واللي فيها لله ما بتغرقش. الله لا. وربنا هو حسبي وهو كفيل. ربنا اعلم بالنيه. تمام كده. الحارس الجميل ده هتجيبهم لهم بكام هناك؟ 70 70 متنظف. هو انا بقول متنظف حاسب على التنظيف. بالتنظيف 75. ايوه صح كده صح. هو بالتنظيف 75. بصوا يا جماعه في ناس بتاخده من غير تنظيف. هم حرين ده اصلا ما فيهوش حاجه يعني مش مستاهل. النظافه دي بضيفها بعد كده. بصوا يا جماعه البط والعين والقشره اللي عليه ده 70 75 بالنظافه والحجم اللي انتوا تحبوه يا قهرويه. في عندي احجام كبيره. لا لا ده دول مزازنجيه. هم لا 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 ما اسمحلكش. هم عارفين الاكل قبل قبلنا. طبعا طبعا غير اللي كان بياخدوه الاول في القاهره. احنا نقول في الجوده بس الجوده. لكن هم طول عمرهم اكيله ما شاء الله. دلوقتي كله بيقول لي الوسط. انا عايز الحارتيه الوسط. لا هم اكيله ما شاء الله عليهم. بدليل ان هم كل طلباتك منين؟ من حبايبك في القاهره. يبقى ده كده يا جماعه عرفنا ان هو 70 75 تنظيف. برموني كويس ان في برموني دلوقتي والله. مش احسن جبته منين ده؟ بفضل الله. ده برضه بص بص يا جماعه من ياتك. بص يا جماعه لا بطني مفتحه ومشدوده. بص اهو بص اهو بضغط عليها اهي. والعين
واقفه حاجه لا هي انا خلاص والقشره كلها. وبص ازاي بتصنفر ايديا. بص بصوا بالعافيه بالعافيه اهو. بص اهو بالعافيه عشان اشيل قش. يبقى كده جودتها عاليه لمبات مفجره ولا فتحه ولا اي حاجه. الجمبري ده المتقشر ده هتجيبه لهم بكام؟ ده الطبق نص كيلو عامل 110 صافي ولا ملح ده حجم ولا كبير ولا الكلام ده 100 وكام؟ 110 ان شاء الله 110 نص كيلو. وده يا باشمهندس عامل 100 البربون البندق البربون الجميل ده ب 100 ب 100 يا باشمهندس بالواحده. اه ما شاء الله. هو انا عارفين ان هو غالي بس ما فيش كده هندسه على كلب. بص يا جماعه اللي تحت اهو فوق زي تحت حسام واثق في نفسه محمد واثقين في نفسهم والله كلها بركتك يا حسن. مرجان بأتب. شوف انا بطول الكلمه ازاي. جمبري يعني الجمبري ده يا جماعه هو اللي بياكله الخلاصه موجوده في السمكه هنا. يعني السمكه اللي بتاكل الجمبري والجسم كله بيستفيد بالجمبري ده. بكام الأتب ده؟ ده عامل 130 يا باشمهندس. 130 جميل. ربنا يوسع رزقكم ويحبب فيكم زي انا بحبكم زي انا بحبكم. ربنا يحبب فيكم وان شاء الله هفضل وراكم لغايه لما تبقوا عالميين يا باشا. واحنا هنفضل وراك لغايه لما ان شاء الله المليون باذن الله. المليون والله درع المليون معاك يا رب يا رب يا رب. والله كلنا معاك تمام. الحبري وما ادراك بالحبري. جميل الحبري. الحبري بص يا جماعه بص يا جماعه بص يا جماعه لا بص وبعد كده بص يا محمد بص ما شاء الله ده مملكه يا صغيره بس محمله يا جماعه. انا هتاكلوا سمك محمد ما شاء الله الفص بتاعها لا جميله جميل ده سمكه حبري يا جماعه جميله جميله سمكه الحبري اللي ورا ده الحبري دي هي سمكه حبري. خد بالك بكام ده يا محمد؟ دي رخيصه شويه 50 على شويه 50 الله ينور عليك. دي يا جماعه الجوده النمره واحد دي ناس من نور في البلد بتاع هنا مش بتاع برانيس لا بصوا يا جماعه البط هي فيها مبطرخ ولا انا تهيألي؟ ممكن تلاقي مبطرخ ممكن هنشوف اللي طلع منها بس هو بطنه نضيفه بطنه اهو فيها زي الزبده كده ايوه الله يفتح عليك يا باشمهندس. بدي يا جماعه في الشوي فقط ما احبش حد يقليها. دي في الشاوي يا محمد؟ شاوي جميله. لا وفي قال لي جميله جدا برضه. انا ما جربتهاش قال لا جميله انا جربتها. طيب خلاص يا جماعه اطلبوها يا حبايبي. قال لي عرفتوا حسام محمد صابر هينزلوا فين. ملص ده برضه بيحبوه جدا جدا جدا. وراح الفقاره والقاره السويسي دي ده حته زرابينه. هي زرابين زرابين واحده ده نوع من انواع الزرابين اسمه حلبيش. وفي يا جماعه فانوس في فانوس مشكل يعني مشكل. طبعا انا بقى انا صاحب اسره يعني خد 2 كيلو بكام؟ هو الكيلو ب 65 ان شاء الله 65 يعني ب 130 يا جماعه ب 8 كيلو دينيس. دينيس بكام؟ لا دينيس ده النهارده عليه عرض كام؟ 100 هندسه ما شاء الله بس كفايه لك انا ده دينيس مزارع يا باشمهندس مزارع بس بص الظهر والجوده بتاعته لا جميل جدا 100 جنيه حلو والله الله يبارك لكم الله يبارك لكم الله يبارك لكم ما شاء الله عليه يا جماعه. انا معلش انا لازم الناس اللي رايحه لهم ما اقولش عمياني لا شوفوا على الطبيعه واطلبوا من هنا لغايه يوم الاربع باذن الله لغايه الخميس ان شاء الله لغايه الخميس الصبح الصبح ان شاء الله ان شاء الله. يا ريت يا محمد وحسام خدوا زيادات خفيفه بناخد والله دوبه معانا زيادات بس يا جماعه ما تخافوش اللي ما لحقش اللي يتصل انا هخليهم اكلفهم بس بتبقى بس ايه عشان نوضح بس للعملاء اللي اتعاملوا معانا مش كل السمك اللي هو اللي هنقدر ناخده زيادات في انواع معينه بربوني اللي ما تحتاجش مني مكرونه بربوني تاخد ساعات صغيره باذن الله. يبقى كده الامرايا دي امرايا ما شاء الله عليها جميله امرايا يا باشمهندس انت القمر والله يا حسن انا بحبك لله والله تقشر بس واحنا نبعتها له ومتنظف لغايه البيوت كنت عايز تتعبني اقعد اقشر لا واحد والله يعني الله يجازيه الخير بيقول لي يا باشمهندس اخرج باللي انت فيه عايزين نشوف ضحكتك الحلوه يا باشا انت ما شاء الله عليك سيبك انت من اي حاجه انا بعلنها واعلنها عايز اقول لحضرتك حاجه كل مجتهد نصيب وكل ما تجتهد في حاجه هيطلع لك بدل العدو 10 ومن كارك بص فاهم نكمل برضو المز بياض المز الجميل ده بكام؟ ده عامل 90 يا باشمهندس معقول حلو دي تقطع لها 2 كيلو دي؟ لا دي ما شاء الله بتقطع 4 كيلو ونص الله لك بالمملكه بنت اللذينه ما شاء الله على طب تعالى كده على الميزان هنقول 3 وربع تعالى ما تجيش 3 وربع
مش أربعة زي ما محمد بيقول. أربعة هنشوفها. يا عمي أهزر معهم يا جماعة. يا رب ما تلعب سيب لابد بتاع الفيديو يا جماعة. تلال أربعة إلا ربع. طب نص كيلو مش مشكلة. طب أنا برضو صح وهو صح. سهل. طب يا جماعة أنا كده ده فاضل بس حد بيطلب جندوف العرايس. طبعا صح يا جماعه اهو. ده جندوف العرايس. بعد انا كنت حاطه في ميه عشان الطينه بتاعته. لا هو لو شويه ملح صغيرين. ما هو دي ميه ملح بيطلع لسانه على طول. ده ميه وملح بس انا طلعتهم بره كده عشان انت تعرف تصوره. ماشي عشان ما يقولش هو بكام. ده ب 40 الكبير ده. حلو لما يكون يا جماعه 35 هنا في السويس ويوصل لكم 40. بس في حاجه عايز اوضح. ده كله كبير مش مخلط. في صغير كده بيطلع بيطلع ب 10 جنيه بيحطوا في بعض. لا يعني هو كده لا الحمد لله انتوا عندكم ده في استاذه مش عايز اقول اسماء بيقول والله انا باخد حاجه من مصداقيتهم وعملتهم. الحمد لله والله. فانتوا خلاص بقيتوا ماركه مسجله بالمصداقيه. انا قلت قبل كده في فيديو قبل كده راعي ربنا سبحانه وتعالى كده وسيل الله في اللي انت بتعمله وربنا يكرمك. ورغم انف الجميع ومهما يقال ساظل ادعم كل الشباب مش محمد وحسام فقط. حلو الكلام كده. نقول لكم يا جماعه عبد الرحمن ما سلمتش عليك. يا عبد الرحمن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.